كل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاحه. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته، للخلق ظل وللأيام أصباح. صباح الخير والسعادة والرضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مشاهدينا الأكارم لمن حلوا في هذا الوقت ليتابعوا برنامج صباح كربلاء الذي يطيب ويزهر إن شاء الله بهذا التواصل بيننا وبينكم. بالتأكيد معنا فقرات منوعة كثيرة إن شاء الله سوف تكون مليئة بالمتعة والفائدة. تشاركني في تقديم هذه الفقرات المميزة والمبدعة أسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله صباح مليء بالطاقة الإيجابية والتوفيق والسداد. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحك بالخير والعافية، وإن شاء الله صباح مليء بالتوكل على الله إن شاء الله للجميع وللعائلة الكريمة. أحسنتم، إن شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، حبيب قلوبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في بداية أسبوع جديد ويوم جديد وحلقة جديدة من صباح كربلاء، نقول لكم أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم، وأنتم معنا في حلقة جديدة متجددة مباشرة من صباح كربلاء. ونقول سبحان من تنفس الصبح بأمره، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك المصير. إن شاء الله صباح مليء بالطمأنينة والتوكل والإيمان بالله عز وجل. فقرات عديدة ومتنوعة نأمل أن تنال بالمتعة والفائدة لكم من خلال برنامج صباح كربلاء الذي يأتيكم من على شاشة مجموعة قنوات كربلاء الفضائية من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 صباحا وعلى الهواء مباشرة. ابقوا معنا مع استعراض سريع وبسيط لأهم فقرات حلقة هذا اليوم. أولى الفقرات، في 14 من أكتوبر هو اليوم العالمي للطيور المهاجرة، نتوقف عند هذا الموضوع. وفقرة ذاكرة الأيام، وفي فقرة صدى الجامعات سنكون مع جامعة الصبطين عليهما السلام مع زميلنا المراسل جلال طالب، ونتعرف على فنانة جديدة تبدع في مجال فن الرسم مع الرسامة فاطمة حميد وفقرة مبدعون، وأيضا نكون مع مباشر ومعرض الكتاب الدولي 9 في رحاب الإمامين مع زميلنا المراسل على الجليزي. وأخيرا وليس آخرا، لا تنسوا المشاركة في سؤال التفاعل لحلقة هذا اليوم، والذي يقول أي الأمثال لا زالت تتردد وتستخدم حتى يومنا هذا. إذن كل هذه الفقرات وأكثر تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. لا تنسوا المشاركة في سؤال التفاعل، نستقبل إجاباتكم على مدار عرض الحلقة. البداية دائما وأبدا هي التوكل على رب العباد، وسوف نذهب بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا الوالهة إلى حضرة سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. بعدما نلقي التحية والسلام عليه، نستمع اليوم إلى زيارة مخصصة اليوم السبت، وهي زيارة رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بث مباشر من العتبة الحسينية المطهرة. وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين،
فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيارتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا ويغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى، ربك وربي، ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا، يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت، وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي
وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين. جاري أخبارك شاغلتي، لا كنت بأية مشكلاتي. يا بسملة الصبح بعيني، يا طعم الحمد على شفتي. جاري ما عاد في العمر بالأخطاء متسع، كيما هناك ببعض الناس ننخدع. لا، لن أرافقكم كي لا يقال غدا أن الطيور على أشكالها تقع. شتان بين الذي للرمل معجمه يبدي وبين الذي للماء يخترع. ما كل من قطع الصحراء يعرفها، أو كل عين بنور العقل تنتفع. تبقى المسافة فيما بيننا رقماً، حتى ولو تحت نفس السقف نجتمع لن تبلغوه، فرقمي ليس يبلغه. من للتصنع والأهواء يتبع، قولوا وقولوا، فما هذا بضائرنا؟ فلست ممن إلى الحساد يستمع. فالنخل يرمى إذا ما فيه قد نضجت، تلك الثمار التي في الأفق ترتفع. فواثق الخطو لا يثني عزيمته شيء، وفيه إلى ما يبتغي ورع. جميل أن نكون كل الأشياء جميلة في نظرنا، والأجمل أن نكون أيضا من تلك الأشياء الجميلة التي يراها الآخرون. جميل أن تكون جميل، والأروع والأبهى أن تكون في عيون الآخرين أيضا مثل ما أنت. حياكم الله مشاهدين الكرام. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صدق الله العلي العظيم. قلوبنا مع الشعب الفلسطيني، ونقول نصر من الله وفتح قريب. كلنا شهدنا الأحداث الأخيرة التي جرت في قطاع غزة ومقاومة الشعب الفلسطيني، وأكيد دائما عودتنا المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله سماحة السيد علي الحسين السيستاني بمواقفه الإنسانية ومواقفه الرائعة، ليس فقط على الشعب العراقي وإنما على الشعوب الأخرى. لذلك أصدرت المرجعية الدينية العليا بيان بحول الأوضاع التي تجرى الآن على أرض فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة. فإن شاء الله نشاهد نص البيان الذي جاءت به المرجعية الدينية العليا، ونقول إن شاء الله النصر قريب لكم أيها الشعب المقاوم، أيها الشعب الفلسطيني. نستمع ونشاهد إلى بيان المرجعية الدينية العليا ثم لنا عودة. بيان صادر من مكتب سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. يتعرض قطاع غزة في هذه الأيام لقصف متواصل وهجمات مكثفة قل نظيرها، وقد أسفر حتى هذا الوقت عن سقوط أكثر من 6,000 من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح، وتسبب في تهجير أعداد كبيرة منهم عن منازلهم وتدمير مناطق سكنية واسعة. ويستهدف القصف مختلف المناطق،
حتى لم يعد هناك مكان آمن يأوي إليه الناس. وفي الوقت نفسه يفرض جيش الاحتلال حصاراً خانقاً على القطاع، شمل في الآونة الأخيرة حتى الماء والغذاء والدواء وغيرها من ضروريات الحياة، ملحقاً بذلك أكبر الأذى بالأهالي الذين لا حول لهم ولا قوة، وكأنه يريد بذلك الانتقام منهم وتعويض خسارته المدوية وفشله الكبير في المواجهات الأخيرة. ويجري هذا بمرأى ومسمع العالم كله، ولا رادع ولا مانع، بل هناك من يساند هذه الأعمال الإجرامية ويبررها بذريعة الدفاع عن النفس. إن العالم كله مدعو للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاته لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم. إن إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم المستمرة منذ 7 عقود بنيله لحقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة. ومن دون ذلك فستستمر مقاومة المعتدين وتبقى دوامة العنف تحصد مزيداً من الأرواح البريئة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في 25 من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 للهجرة، مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله النجف الأشرف. مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم ضمن فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وصلنا إلى فقرة صدى الجامعات. في هذه الفقرة اللي حقيقة نسلط الضوء عليها حول حركة الجامعات وما يجري فيها في هذا الوقت مع بداية العام الدراسي، بالتأكيد هناك الكثير من الاستحداثات والاهتمام بالكثير من الأقسام والجوانب المهمة. لذا سوف نكون إن شاء الله في صدى الجامعات مع جامعة السبطين عليهما السلام، ومراسلنا إن شاء الله سوف يزودنا بهذه المعلومات المهمة، المراسل جلال طالب. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. عليكم السلام، مرحبا بك زميلتي، وصباح الخير عليكم وعلى كل متابعي قناة كربلاء الفضائية. نعم، الله يبارك بكم، أهلا وسهلا بكم. نعم زميلتي جلال، نعم أنتم الآن متواجدين في جامعة السبطين عليهم السلام، يا ريت تتحدث لنا عن أعمال وآخر نشاطات وما يقدموه للطلبة من خلال يعني بدء العام الدراسي الجديد. فسوف أترك الحديث والجو لكم أخونا جلال. نعم، شكرا جزيلا. نعم، أنا أقف اليوم في جامعة السبطين للعلوم الطبية، هي إحدى جامعات هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. نعم، هذه الجامعة هي صرح علمي مهم هنا في مدينة كربلاء ولكل العراق. جامعة السبطين للعلوم الطبية افتتحت في العام الماضي، أي أن هذا العام هو العام الثاني لها. هنالك 3 كليات، هي كلية الطب وكلية التمريض وكلية العلاج أو التأهيل. هنالك أقسام استحدثت هذا العام، وهي أقسام تكون لأول مرة للجامعات العراقية، قسم النطق وقسم التأهيل. هناك حركة دؤوبة لهذه الجامعة، أي أنها جامعة معترف بها دوليا ومعادلة شهادتها تلقائيا. هناك أهمية لهذه الجامعة كون هذه الجامعة هي توأمة مع جامعات أجنبية بريطانية ولبنانية. هذه الجامعة استحدثت
العام الماضي ونزلت في دليل الطالب هذا العام لتكون من أهم الجامعات الطبية. لمعلومات أكثر حول التقديم وحول آلية التقديم وما استحدث هذا العام، اسمحوا لي أن أستضيف الأستاذ الدكتور فارس اللامي رئيس جامعة السبطين. مرحبا بكم دكتور. مرحبا، صباح الخير، وصباح الخير على جميع الأخوات والأخوة مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وشكرا جزيلا على استضافتكم. عفوا، حدثنا عن جامعة السبطين للعلوم الطبية وهي جامعة فتية في مدينة كربلاء. شكرا جزيلا مرة أخرى. كما أسلفت، الجامعة حديثة التأسيس، استحدثت العام الماضي، وهي إحدى واحدة من ثلاث جامعات تابعة لهيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وهي جامعة عراقية بامتياز وتتبع إلى العتبة الحسينية المقدسة. وتشكلت لحد الآن ثلاث كليات من العام الماضي، هي كلية الطب، كلية التمريض، وكلية التأهيل الطبي. الحقيقة يعني الجامعة بالتأكيد لا تهدف إلى الربح بقدر ما تهدف إلى سد الفجوات في التعليم الطبي وحاجة سوق العراق إلى الكوادر الطبية المؤهلة. ولهذا يعني لم نفتح على سبيل المثال كلية للصيدلة أو كلية لطب الأسنان، لأن السوق العراقية حقيقة أضخمت بهذه الاختصاصات، وتوجهنا نحو اختصاصات أخرى السوق العراقي بحاجة ماسة إليها. دكتور، نعم. يعني أهمية هذه الجامعة تكمن في الاعتراف الدولي لها، وهي كأول جامعة على صعيد العراق. حدثنا عن الاعتراف وعن المعادلة التلقائية. نعم، الجامعة هي فرع دولي لجامعة طهران للعلوم الطبية، وجامعة طهران للعلوم الطبية جامعة عريقة جدا في المنطقة، ولها وموجودة ضمن تسلسل ما يسمى بشنغهاي على مستوى لا بأس به، أكثر 500 إلى 600، وهي من الجامعات المتقدمة إقليميا ودوليا، ونظامها معروف منذ فترة طويلة جدا، وجامعة عريقة بامتياز، يعني بها حوالي أكثر من 2000 من الكادر التدريسي، عشرات المراكز البحثية، عشرات المجلات الطبية وهكذا. فهي جامعة مرموقة ومعترف بها دوليا، ويكون بالتأكيد الطالب أو الخريج هذه الكلية سيأخذ الاعتراف الدولي من الجامعة، جامعة طهران، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار أن هذه الجامعة أيضا تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. دكتور، عفوا، لأهمية التوحد والتأهيل الطبي لدى العتبة الحسينية المقدسة، استحدثت قسمين هذا العام، هي من أهم الأقسام داخل العراق والأولى أعتقد على مستوى العراق، حدثنا عنها. بالضبط، يعني حقيقة بموافقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تم إضافة هذين القسمين إلى كلية التأهيل الطبي. القسم الأول هو قسم النطق، وأعتقد يعني الحاجة ماسة جدا في البلد إلى هكذا اختصاص، لا يوجد اختصاص في هذا في أي من الكليات الطبية أو الكليات الصحية عموما. يعني بس نعطي فكرة إلى العوائل العراقية وإلى أبنائنا الطلبة الذين سيتقدمون إلى التقديم لهذه الجامعات، هذا من حقيقة له أهمية كبيرة جدا. نعطي بعض الأمثلة على هذا الموضوع. هناك بعض المشاكل النطق اللي تحدث عند الولادة، منذ الولادة أي يولد الطفل ولديه مشاكل في النطق، وهناك مشاكل في النطق تحدث لاحقا نتيجة لأمراض معينة، على سبيل المثال وليس الحصر، إصابة بعض الناس على سبيل المثال بالجلطات الدماغية التي تؤدي بالقسم منهم إلى فقدان النطق. في الغالب هؤلاء يتركون بدون أي علاج، بدون أي تداخل. هذه في هذا القسم يدرب الطالب على تدريب هؤلاء كيفية استعادة النطق وكيفية الاعتماد على أنفسهم في ذلك. أيضا بعض الأمراض السرطانية على سبيل المثال كسرطان الحنجرة وغيرها التي تؤدي إلى استئصال الحنجرة، وبالتالي المريض سيفقد الصوت ويفقد النطق، فهناك تقنيات معينة بالإمكان استخدامها لإعادة النطق لهؤلاء الناس. فسوق العمل لهذا الاختصاص واسع جدا، وربما يمكن تخريجنا لكذا سنة من السنوات القادمة سيغطي فقط احتياجات المستشفيات العتبة الحسينية المقدسة، فما بالك بباقي مستشفيات البلاد. هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي أريد أكد عليه أيضا هو القسم المتعلق بالتأهيل الوظيفي. التأهيل الوظيفي الفكرة منه هو كيفية إعادة
أو تأهيل الإنسان لاستعادة بعض الوظائف، سواء كانت وظيفة منتجة أو وظيفة يعني لإدامة ديمومة الحياة. فبعض كبار السن على سبيل المثال مع مرور الوقت يفقدون القدرة على أداء بعض المهام اليومية البيتية، وبما أنه يعني العمر المأمول للإنسان العراقي قد تقدم إلى ما فوق 70 سنة، فنتوقع أن هناك أعداد كبيرة من الناس هم بحاجة إلى مثل هذا الاختصاص. هل هي فعلا الأولى في العراق على مستوى الجامعات العراقية؟ نعم نعم، هذين التخصصين النطق والتأهيل الوظيفي لا توجد لهما يعني فروع نظيرة في باقي الكليات الصحية في العراق. توجد في المنطقة بالتأكيد في بعض الدول هنا هذا الاختصاص، ولكن للأسف العراق لا يوجد فيه هذا الاختصاص رغم الحاجة الماسة إلى هذا. فاتني أن أذكر بس إذا تسمح لي، من ضمن أيضا الفعاليات مع التأهيل الوظيفي هو تأهيل الناس اللي عندهم أمراض معينة، أمراض مزمنة معينة قد تعيق بعض الحركات لديهم، أو بعض نتيجة الإصابات كفقدان بعض الأطراف على سبيل المثال وغيرها. أيضا الفكرة أنه جعل هؤلاء ليسوا بعالة على أهاليهم وأهلهم، وإنما الاعتماد على أنفسهم سواء كان بطريقة منتجة أو بديمومة الحياة. كيف نعم أحسنتم أحسنتم زميلنا جلال طالب من جامعة السبطين. لهذا العام موجودة ضمن الدليل نعم. اللي أصدر قبل حوالي 3 أيام، وبإمكان أيضا الطالب الاتصال مباشرة على باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مذكورة التابعة لجامعة السبطين، وهناك كادر يعني خليناه على طول الوقت مستعد للإجابة عن أي تساؤلات يطرحها الناس في هذا المجال. نعم. شكرا زميلتي. جامعة السبطين للعلوم الطبية هي جامعة الأولى في العراق المعترف بها دوليا والتابعة إلى هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، وأنا حاضر إذا كان لديكم أي سؤال. شكرا جزيلا. يا ريت توصل سلامنا إلى الدكتور فارس اللامي رئيس جامعة السبطين عليهم السلام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. شكرا جزيلا. حياكم أحسنتم. الله يبارك فيكم. إن شاء الله. في أمان الله. نعم. إذن ما شاء الله يعني نعم. مثل ما هي الجامعة الأولى المعترف بها عالميا من خلال الأقسام المميزة قسم صحيح. التأهيل الطبي والتأهيل قسم النطق والتأهيل الوظيفي. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة إن شاء الله. المتواجدين بها. إذن مشاهدين الكرام مستمرين وإياكم بباقي فقرات صباح كربلاء، نتوقف لدقائق مع موجز الأخبار وكرار الوزن. تحية طيبة مشاهدين الأكارم، هذا موجز لأهم الأخبار. مكتب المرجع الديني لعلاية الله العظمى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف يصدر بيانا بشأن ما تعرض له قطاع غزة من قصف متواصل وفي مختلف مناطقه، وأكد البيان أن العالم كله مدعو للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال على تنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم. الأمم المتحدة تعلن عن أن أكثر من 338 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الكيان الصهيوني. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان أن القصف العنيف الذي يشنه الكيان الصهيوني على القطاع تسبب بتدمير ما لا يقل عن 2540 وحدة سكنية في القطاع أو جعلها غير صالحة للسكن. العتبة الحسينية تستمر بمناقشة آلية تصحيح السنن العشائرية وفق الشريعة الإسلامية مع وجهاء وشيوخ العشائر في مختلف المحافظات، حيث عقدت شعبة التبليغ الديني في العتبة الحسينية ندوة في بغداد حثت فيها شيوخ العشائر على الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بما يخص السنن العشائرية. مركز الفحص المبكر لسرطان الثدي في مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية في كربلاء يدعو النساء لإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي. المركز أشار إلى أهمية أن تعي النساء الأثر الإيجابي لإجراء الفحوصات المختبرية لتشخيص المرض وعلاجه
في وقت مبكر. 10 دول تشارك في معرض البصرة الدولي عبر 140 شركة طرحت منتجاتها المتنوعة. المعرض امتاز بأسعار تنافسية للسلع والبضائع، ما لاقى إقبالا واسعا من المواطنين المتبضعين للاطلاع على الدول في الصناعات اليدوية والمنزلية. كان هذا موجز لأهم الأخبار. هذه عودة مرة أخرى إلى استوديو برنامج صباح كربلاء. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، ووصلنا إلى فقرة ذاكرة الأيام. في ذاكرة الأيام وفي مثل هذا اليوم يشهد اليوم العالمي للطيور المهاجرة، لنسلط الضوء على هذه الموضوعة المهمة التي من خلالها وضع يوم عالمي بالتحديد للطيور المهاجرة. يحتفل العالم في 14 من شهر أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للطيور المهاجرة، فيعد هذا اليوم فرصة للتعريف بأهمية هجرة الطيور وحمايتها وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها خلال رحلتها الطويلة من مناطق تكاثرها إلى مناطق الشتاء. تعد الطيور المهاجرة من أكثر الكائنات الحية المدهشة التي تستعرض قدرتها الفريدة في البقاء على قيد الحياة والتكيف مع التغيرات المناخية والبيئية. تسافر الطيور عبر قارات ومحيطات وجبال وصحاري لتجد مواطن الاستقرار والغذاء الذي يلبي احتياجاتها. فتعتبر هذه الطيور ظاهرة طبيعية مهمة للعديد من الأسباب، فمن خلال نقل البذور على ريشها وتنقلها بين المناطق المختلفة تساهم الطيور في انتشار النباتات وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تلعب دورا حاسما في تنظيم الحشرات والقوارض المفترسة، بالتالي المساهمة في توازن النظام البيئي، حيث تواجه الطيور المهاجرة تغير المناخ، فقدان المواطن، وتدهور البيئة، وتلوث الموارد المائية. لذلك على الأفراد المساهمة في حماية الطيور من خلال اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة. على سبيل المثال، يمكن توفير مساحات خضراء في الحدائق والمنازل لجذب الطيور وتوفير مأوى وغذاء لها، كما يجب تجنب استخدام المبيدات الحشرية الضارة وتقليل التلوث البيئي عن طريق إعادة التدوير واستخدام الطاقات المتجددة. ويجب أن ندرك أهمية الطيور المهاجرة وضرورة حمايتها والحفاظ على مواطنها الحيوية. إن الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة يذكرنا بأننا جميعا مسؤولون عن الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على هذه الكائنات الجميلة والمدهشة التي تزين سماءنا. أحسنتي، معلومات مهمة. طبعا يأتي احتفال هذا العام يعني اليوم العالمي للطيور تحت شعار خفت الأضواء للطيور في الليل. هذه الحملة هي توعوية تهدف إلى زيادة الوعي بالطيور المهاجرة وضرورة التعاون للحفاظ عليها. لذلك يتزايد التلوث الضوئي في جميع أنحاء العالم، ويقدر أكثر من 80% من سكان العالم يعيشون تحت سماء مضاءة، وهذا الشيء هو ظاهرة التلوث الضوئي يعد تهديدا كبيرا ومتزايدا للحياة البرية، بما في ذلك العديد من أنواع الطيور المهاجرة. لذلك كما نوهت سوزان، اليوم احنا جميعنا مسؤولون للحفاظ على هذه البيئة الجميلة وعلى كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من نباتات، من طيور، من حيوانات. يجب علينا اليوم أن نحافظ عليها ونحاول قدر الإمكان أن يعني ما نخليها تنقرض. بما في ذلك الطيور المهاجرة الجميلة اللي إلها أنواع وأشكال وألوان غريبة. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا هو اليوم العالمي للطيور المهاجرة، تناولناه في فقرة ذاكرة الأيام. إن شاء الله راح ننتقل إلى فقرة أخرى، لكن نتوقف عند فاصل من اختيار المخرج ثم لنا عودة.
مشاهدينا الأكارم، مع هذه المشاهد حقيقة للطبيعة وحقيقة أيضا ذكرنا قبل قليل الطيور وكيف أنها تتأثر بدرجات الحرارة وتحتاج أيضا إلى الاهتمام وإلى الرعاية. ونلاحظ في هذا الوقت بدأت درجات الحرارة بالانخفاض، كثير من الطيور بهذه الفترة راح تبدي تهاجر إن شاء الله. وإن شاء الله مثل ما ذكرت زميلتي قبل قليل أن دور بالحفاظ على البيئة والمكانات الخضراء، بحفاظنا على هذه البيئة راح نحقق الموطن الحقيقة اللي تستقر به هذه الطيور. خلينا نشوف درجات الحرارة وإذا كان بها انخفاض أكثر مع نشرة جوية إن شاء الله وزملائنا في النشرة الجوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زميلنا مصطفى، وأسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير والعافية زميلاتي ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. إن شاء الله صباح بدءه التفاؤل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الله يبارك بك، أهلا وسهلا بك زميلنا مصطفى. يا ريت نتعرف على درجات الحرارة وأخبارها إن شاء الله في كربلاء المقدسة وعموم محافظات عراقنا الحبيب، فراح نترك الحديث والجو لكم. شكرا جزيلا زميلاتي، تفاصيل أوفى عن حالة الطقس ومعلومات أيضا عن النشرة الجوية، لكن بعد هذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي الأكارم، وأسعد الله صباحكم أينما كنتم بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنواع الجوية التي تأتيكم دائما وأبدا ضمن برنامج صباح كربلاء. البداية كالعادة نبدأها بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنواع الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد اليوم السبت 14 أكتوبر. نبدأ كالعادة من المنطقة الوسطى، الطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 10 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 8 إلى 10 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية سادتي الأكارم، الطقس سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة أيضا ستكون مقاربة للأمس والرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعاتها ما بين 5 إلى 10 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 8 إلى 10 كيلومتر. أخيرا المنطقة الجنوبية، الطقس سيكون فيها صحوا إلى غائم جزئي والحرارة أيضا ستكون مقاربة لليوم السابق. فيما يخص الرياح ستكون شمالية غربية،
خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعاتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 8 إلى 10 كيلومتر. أيضا يكتب صادق عطية الخبير الجوي تحذيرات جوية من تشكل موجات غبار في مدن غرب ووسط البلاد والفرات الأوسط أيضا وبعض مناطق الشمال ليل يوم غد الأحد وصباح الاثنين. موجات الغبار هذه تؤثر في تردي واضح لمدى الرؤية الأفقية وزيادة تركيز الملوثات في الأجواء، ما يستوجب الحذر وأخذ الاحتياطات الضرورية لازمة لمرتادي الطرق الخارجية. هذا الخبر أثار انتباهنا. أما درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات العراقية فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، أجواء غائمة بامتياز في بغداد ودرجات حرارة تبدأ من 22 كصغرى وتنتهي عند ذروة العظمى 36 درجة مئوية. أيضا إلى أقصى الجنوب في البصرة الفيحاء أجواء مشمسة وصافية في البصرة كما تلاحظون 21 درجة مئوية الصغرى، العظمى سترتفع 20 درجة مئوية لتسجل 41 درجة مئوية. أما بالاتجاه المعاكس في أربيل كما تلاحظون أجواء مشمسة وصافية تبدأ من 17 درجة مئوية وتنتهي ذروة العظمى عند 32 درجة بحسب المختصين. في محافظتنا المقدسة كربلاء 22 صغرى 36 ذروة العظمى، الأجواء أيضا مشمسة في كربلاء المقدسة. أيضا في ذي قار جنوبا كما تلاحظون 40 درجة مئوية تماما ستبلغ ذروة العظمى، الأجواء مشمسة أما الصغرى بدأت ب 22 درجة مئوية. في السليمانية شمالا كما تلاحظون تبدأ ب 19 درجة، درجات حرارة منخفضة 29 عظمى والأجواء رغم هذا مشمسة وصافية. أيضا في محافظات الفرات الأوسط في بابل 13 درجة تبدأ لهذا اليوم وتنتهي عند 29 كذروة للعظمى والطقس مشمس في بابل. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى من محافظاتنا الحبيبة في ميسان تحديدا 40 درجة مئوية تماما للعظمى 21 صغرى والطقس مشمس أيضا. وننتقل إلى دهوك شمالا تبدأ 11 درجة مئوية، درجات حرارة منخفضة تنتهي 25 عظمى، الطقس سيكون مشمس بامتياز. أيضا إلى غرب العراق في الأنبار درجات الحرارة الصغرى 22 والأجواء مشمسة وصافية وذروة العظمى ستبلغ 34 درجة مئوية فقط. ننتقل إلى النجف الأشرف أيضا الأجواء ستكون هنالك غائمة تماما 23 درجة مئوية الصغرى، العظمى سترتفع لتصل عند 38 درجة مئوية. أيضا في محافظة الديوانية الطقس سيكون مشمس وأجواء صافية في الديوانية، درجات الحرارة 20 صغرى وعظمى ستبلغ ذروتها عند 38 درجة مئوية. أيضا في الموصل بحسب المختصين بدأت درجات الحرارة عند 18 درجة صغرى وعظمى 33 والطقس سيكون غائم جزئي في الموصل. محافظة ديالى الحبيبة 18 درجة صغرى 35 عظمى، الطقس سيكون مشمس والأجواء ستكون صافية في محافظة ديالى. نذهب إلى واسط، أجواء أيضا مشمسة في واسط وصافية تبدأ درجات الحرارة صغرى 22 وتنتهي كذروة للعظمى عند 39 درجة مئوية. نذهب إلى محافظة صلاح الدين، في صلاح الدين الطقس سيكون غائم تماما وأجواء كما تلاحظون 20 درجة مئوية صغرى وعظمى سترتفع لتسجل 35 درجة مئوية. في كركوك وهذا سجلت كركوك 19 سجلت لهذا اليوم وعظمى ستصل إلى 33 والطقس مشمس في محافظة كركوك. أخيرا سادتي المشاهدين في المثنى درجات الحرارة تبدأ منذ 23 درجة مئوية صغرى وتنتهي عند 39 كذروة العظمى والأجواء ستكون مشمسة في محافظة المثنى.
هذا كل ما رصد وشخص سادتي المشاهدين من درجات حرارة صغرى وعظمى في مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى معلومات عن الطقس في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية. أيضا في أخبارنا العالمية، سكان الأرض على موعد مع الكسوف الحلقي للشمس اليوم 14 أكتوبر. أعلن المكتب الإعلامي للقبة السماوية في موسكو أنه سيحدث كسوف حلقي للشمس اليوم السبت 14 من أكتوبر، حيث يمكن مشاهدته في مناطق متفرقة من الأرض، ولكن في روسيا لم يتمكنوا من رؤيته. ويقول مصدر في القبة السماوية في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، سيحدث الكسوف اليوم في 14 من أكتوبر في الساعة 6:00 إلى الساعة 11:55 بتوقيت موسكو مساء، ويمكن رصد مراحله المختلفة في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك في المحيطين الهادي والمحيط الأطلسي. ويتميز هذا النوع من كسوف الشمس بتشكل حلقة النار أو ما تسمى بالإكليل حول القمر الذي يغطي قرص الشمس، وأقصى مرحلة كسوف ستبلغ عند 0.95 في الساعة 9:00 مساء بتوقيت موسكو. هذا الخبر العالمي سادتي المشاهدين أثار انتباهنا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية أخبار نشرة الطقس، إن شاء الله ملتقانا غدا صباحا. هذه عودة للزميلات إسراء وسوزان لتكملة باقي الفقرات. إلى اللقاء. مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم وشكر الجزيل للزميل مصطفى ستار على هذه المعلومات للنشرة الجوية. واليوم ما عدنا فقط بس درجات الحرارة، عدنا أيضا كانت معلومة حول الكسوف الحلقي اللي ذكره قبل قليل، ولو وقته يمكن راح يحدث خلال هذا اليوم في وقت متأخر، ولكن مع ذلك نحتاج إلى أنه نحتاط ببعض الأمور اللي معتادين عليها واللي سامعينها. دائما نسمع أسراء أنه لما راح يصير كسوف يقول لك لا تباوع على الشمس مباشرة، وإحنا بالعكس تماما نحاول نشوف يعني هذه الظاهرة. فكانت قبل أيام زمان نشوف أشعة أو فشي مثلا إذا كانت مناظر مضللة، المهم مو مباشرة تتباوع على الشمس حتى يعني لا تضرر الحامل شوية. نعم، يجب عدم النظر إلى أشعة الشمس لأن هذه تخوف من أدها باعتبار ممكن تكون حساسة لأي شيء، ولكن الجميع حذر بهاي الأشياء. خلينا نشوفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن راح نشوف الصوره بشكل دقيق. لسه صار عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل شيء، يعني تقدر تستطيع حتى الفضاء هو في متناول يديك وتستطيع مشاهدته. نعم، ان شاء الله يعني تكون ظاهره بها الخير والبركه، بها ان شاء الله ماكو اي اضرار. ولو مثل ما ذكر قبل قليل، اعتقد ذكر انه بالساعه بالستة تقريبا هيك وقت اساسا الشمس ماكو، يعني ان شاء الله ان شاء الله. إذا خلينا ننتقل إلى مثل ما نوه على النشرة الجوية ودرجات الحرارة وانخفاضها. أيضا نشاهد بيئة الأسواق بهذه الفترة ولو في كل الأوقات منتشرة الثمار، ولكن إحنا نعتبر في العراق في فترة يعني قطف الثمار بهذه الفترة نكثر نلاحظ أنه الرمان موجود بكثرة بالأسواق وخاصة الثمار العراقية. ففي صلاح الدين بالتحديد هناك تشهد قطف للرمان، هذه الثمار اللي بها الكثير من الفوائد واللي معتادين على أنه نميزها ونفضلها عن بقية الثمار المستوردة. خلينا نشاهد تقرير لطيف لقطف الرمان والزميل وليد الخزعلي. بين بستانه المنتج لأجود أنواع الرمان طعما ولونا ومذاقا، يفتح الفلاح مجيد العواسي القنوات الإروائية لمرور المياه نحو زرعه الجديد، وكله أمل بتسويق يعوض أتعابه وإنفاقه وصبره الطويل. يلا غزوان،
فعلى طول آلاف الهكتارات وصولا إلى ديالا، حيث تتوافر التربة الخصبة والبيئة المثالية ومياه دجلة العذبة. ينمو الرمان كفاكهة محببة للعراقيين دون تعريضه لمسرعات النمو والتهجين اللاصحية، وتشهد إقبالا كبيرا مع موسم الاقتطاف هذه الأيام. هذا الرمان ينتشر محافظة صلاح الدين، هذا بستاني وراه ينزرع رمان وتفاح، وراه عندي رمان واحدة على مود الظل، كل ما يصير ظل الرمان يصير درجة أولى. رمان ينتشر ثلاث نوعيات، حامض حلو وحلو وحامض، درجة أولى طعم ولون ورائحة، من هذا الرمان اللي تريده بخاطرك، بس بالسوق رخيص والله استاذ، دا نودي الزوج ب20 والصندوق ب10,000، احنا دا نبيع هنا على الشارع ب750 بلي في الكيلو، رخيص على المواطن لأن المستورد موجود بالسوق. الرمان العراقي يختلف عن المستورد، الحمد لله وشكر لله، سعره جيد جدا، يعني أقل من المستورد، والطعم ماله أحسن من المستورد، نكهة الرمان العراقي أحسن من نكهة الرمان المستورد، والطعم ماله أحسن من المستورد. شريت بالخمس ست كيلوات. يعني مشهور هذا الرمان؟ أي نعم مشهور هذا الرمان على مستوى كل العراق. بفائدة صحية؟ أي نعم بفائدة صحية. أرقى فاكهة للقلب يا الرمان. تغطي الفاكهة المتنوعة أكتاف طريق سامراء المقدسة كالتين والعنب والرمان، منظرها وألوانها الخلابة يجبر الزائرين والمستطرقين وغيرهم للنزول عند هذه البسطيات المنتشرة بالعشرات وشراء ما يحلو لهم، خاصة وأن الأسعار مناسبة. وتذهب آراء البعض إلى وجوب تفعيل الشركات الوطنية للاستفادة من مشتقات الرمان بدلا من تعريض كميات منه إلى التلف، كما وستشغل شركات تلك الآلاف من العمال لتقليص البطالة وإيجاد مصادر رزق للكثيرين. داعمين للمنتج الوطني، وهذه الخيرات خيرات العراق، طبعا خير كل البلدان العالم تتمنى هذا الخير، مثلا أنواع الفاكهة بالعراق الموجودة يعني نادرة نوادر مثل الرمان، يعني الرمان يعني الرمان من النوادر اللي بالعراق، المفروض يعني من الدولة نطلب من الدولة الكريمة الموقرة توفر شركات حكومية الاستثمار هذا الرمان، هو مو بس زراعة ونحصد وناكل واللي يخرب تلف ويروح، لا يفيد هواي أمور، أعلاف مثلا اللي يفيد العلاجات خزين، هواي أكو أمور للرمان، أسعار مناسبة جدا. وهنا الفلاح العراقي يحتاج لدعم ويحتاج لفد يعني الأسمدة وغيرها يوفروها، لو تشوف هسه الرمان العراقي مناسب، يا ريت تستثمرونها، تجي شركات معامل نستثمر هذا الرمان بعصير، تدخل بمعامل غير شيء، هاي القشور مالته أيضا نستفاد من عتها. وهسه احنا نستورد لتشوف الرمان هذا المصري نجيبه من الخارج هم سعره غالي، لا وقاعد نشوفه احنا سعره غالي وهم مو ذاك الطعم مثل هذا العراقي. اليد العامل العراقيه ايضا اذا دخلت المعامل هنا نسوي من عنده عصير ونسوي من عنده اشكال، وهاي المعامل اكيد تحتاج يد عامل، احنا عندنا ما شاء الله البطاله شايفه تشقتها خريجين ما شاء الله كلها قاعده. مع إصابة أشجار الرمان بالعديد من الأمراض وتأثير ذلك على مخرجات الإنتاج، دعا مزارعون إلى دعم طبي مكثف يقلل الخسائر الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى قطع المستورد عند بدء موسم الرمان المحلي لدعم الزراعة. الأمراض والله تعدد كثيرا، نوعيات الأمراض هذه يسمونها القطني والحشرة والدودية تضرب الرمان ويخيس، دائما يخيس، دعا نكافح على حسابنا لا مر ولا مرتين يلا يطلع هذا اللون، وطالب دعم من الدولة المواد الكيماوية للبساتين. بساتين تدر الخيرات على الناس من أرض صلاح الدين المعطاة وسقف الطموحات باستثمار أمثل لتحقيق أقصى فائدة من المحاصيل الزراعية. لبرنامج صباح كربلاء وليد الخزعلي، صلاح الدين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونشكر وليد الخزعلي من محافظة صلاح الدين، وما شاء الله خيرات العراق كثيرة، ومن خلال ما شاهدنا من هذا التقرير الرمان الطازج في تحديدا في قضاء بلد.
متواصلين وإياكم بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. وصلنا الآن إلى فقرة سؤال التفاعل، والسؤال اللي طرحناه على الموقع الرسمي لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية يخص الأمثال. أي الأمثال اللي لا زالت تتردد حتى وقتنا الحاضر؟ كثير من الأمثال الشعبية الطريفة واللي بها حقيقة حكمة، بعض الأمثال لا زالت تتردد يعني حتى يومنا هذا، من أيام أجدادنا وآبائنا وإلى يومنا هذا هو المثل نفسه، منا مثل طريف، منا مثل بحكمة نتعظ من خلال ضرب هذا المثل، ولو هي الأمثال تضرب ولا تقاس في بعض الأحيان. قبل ما نقرأ الأمثال اللي وصلت عبر الموقع الرسمي لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية، خلونا نذهب مع كرار الحمداني ونستمع إلى آراء بعض المواطنين وأمثالهم في جولة التفاعل لحلقة هذا اليوم. الزملاء تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، أحييكم وأحيي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية بجولة صباحية جديدة لبرنامج صباح كربلاء. أحبتنا المشاهدين، سؤال التفاعل لهذا اليوم من أكثر الأمثال انتشارا في المجتمع. أحبت المشاهدين تعالوا معنا نتعرف على طبيعة الآراء. عندنا هواي أمثال شعبية بس واحد ما حافظ عن تيجي ما تيجي على باله، بس اكو مثل يقول لك خير الامور اوسطها، يعني لا تكون مثل ما نقول لا تكن يابسا فتنكسر ولا تكن لينا فتنعصر، يعني اهم شيء يكون يعني مثل ما نقول خير الامور اوسطها. هنالك امثال شعبيه كثيره بالعراق ولكن الامثال تضرب ولا تقاس. واحد من الامثال المشهوره موجود بالعراق، خل نفسك بعز دوم بالك تذلها، لا تطلب الحاجات الا من اهلها. هذا يعني انه انت مثل تقصد شخص تريد منه حاجة تروح على الشخص المناسب اللي تطلب منه هذه الحاجة. يعني أكو مثل يعني يخطر ببالي هسه حالياً، امشي شهر ولا تطفر نهر. يعني هذا المثل يقول لك لا تستسهل الأمور وهي بها خطورة. يعني أنت لا تشوف معاناة مثلاً بالمسافة مو مشكلة، أفضل مما تختصرها وتجي خطورة لك. يعني تمشي مسافة طويلة أأمن من المسافة القصيرة اللي تؤدي بك تهلكة مثلا. يعني احنا من كنا صغار كنا نسمع المدارس مجالس، حيث ان المجالس هي تربوية، مجالس تعليمية، وكثير من المجالس قبل كانت هي بمثابة المدارس حاليا او المدارس النموذجية مثل ما يقولون. فكانوا ابانا اجدادنا نتعلل بالليل يعطونا الأمثال الشعبية، يعطونا دروس تعليمية، دروس تقويمية، دروس بالمودة بالمحبة. وكذلك حاليا نسحنا من جاي نلتقي بهيك مقاهي مرتبة، من جاي نسمع بها الكلام الحلو، الموعظة، يعني الأمثال الشعبية، وكثير من الأمثال عندنا بكربلاء. خل نفسك بعز دوم بالك تذلها ولا تطلب الحاجات إلا من أهلها. أحبة المشاهدين، هذه من أبرز الأمثلة التي تشاع في المحافظات العراقية وخصوصا في المناطق الشعبية. أحبة المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة، انتظرونا في جولات قابلة، وهذه عودة إلى استوديو البرنامج. مشاهدين الأكارم نتواصل وإياكم، الشكر الجزيل للزميل كرار الحمداني على هذه الجولة للأمثال اللي ذكرها قبل قليل، وأيضا لمعلقين على الصفحة الرسمية الفيسبوك لقناة كربلاء الفضائية أيضا وردت مجموعة كبيرة من الأمثال واللي تنم عن تمسك العراقيين بهذه الأمثال بالجمل البسيطة اللي تنم عن الكثير من الحكمة. خلينا نتعرف على هذه التعليقات وأهم الأمثال. أولى التعليقات لأوس ستار الخانمي يقول الصبر مفتاح الفرج، أيضا يفسر هذا المثل ويقول هذا المثل يعني الصبر والاحتمال هما المفتاحان لتحقيق النجاح والتغلب على التحديات في الحياة. قد تواجه صعوبات ومواقف صعبة ولكن الصبر والثبات سيساعدانك في تجاوزها والوصول إلى الهدف المرجو.
يعني حكمة الصبر مفتاح الفرج. نعم. لكن أوس أخذها كمثل إلي. باعتبارها جمل قصيرة أيضا. صحيح. هي مثل الأمثال أيضا تكون جمل قصيرة ودلالاتها عميقة. تمام. همس القوافي تعلق وتقول من هالمال حمل جمال. حلو. هذا المثل تقول هو لكثرة المتشابهات في واقعنا. طيب الحاج عبد الكريم يقول الخير يخص والشر يعم. صح، مثل جميل. وغاية السالكين من الأمثال الشعبية اللي يتداولها الناس ليومنا هذا إيد واحدة ما تصفق. طبعا هاي المثل جميل جدا، اللي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دائما يجب أن نكون على إيد واحدة ونساند بعض في كل مجالات حياتنا. وربطتها في الوضع الراهن اليوم في فلسطين، يقول يجب أن يكون هناك تكاتف معهم. أم علي مثلها جميل جدا وحلو، تقول ما يعرف تدابيره حنطة تاكل شعيره، يعني ما يعرف يتصرف الحنطة راح تاكل الشعير مالته. يعني مثل جميل جدا، يجب أن تكون هناك ميزانية وحكمة في إدارة الأمور وفي تصرفاتنا. نعم. مو فقط في الإدارة المالية، الأمور المالية، بكل قضايا الحياة يجب أن تكون هناك حكمة احنا نعرف نتصرف بها. نعم. حتى ما نوقع بالغلط. ايضا بتعليقها اعتقد ايضا موجوده امثال ثانيه ذاكرتهم. نعم. الماي سوقه مرضعه، سوق العصا ما ينفع. نعم. وبعد مثال هاي ايضا جميل جدا، الكلام. صحيح. الحلو يطلع الحيه من الزاغون. صح، يعني هاي يحل اكبر المشاكل. دائما الكلمه الطيبه هي صدقه. نعم. يعني شوفي الامثال كلها تربط باحاديث الشريفه لنبي الرحمة لأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هنا الكلمة الطيبة هي صحيح صدقة، فيجب. نعم. أن دائما إحنا بالكلمة الطيبة نحاول أن نكسب البعض، وهي مثلتها بأنه الكلام الحلو يطلع الحية من الزاغون. نعم. أيضا من الأمثال الأخرى أبو محمد ناصر الركابي يقول أسعد الله صباحكم بكل أنواع السعادة وصباحكم إن شاء الله. يقول الأمثال تضرب ولا تقاس، هنالك الكثير من الأمثال المتداولة في عصرنا هذا، أغلبها الشعبية وتعتبر متممة للكلام، وكذلك تعتبر زينة للكلام، مثل إجي كحلها أماها. هذا مرات واحد يريد يبادر بالخير، إذا صح. كان ما يعرف الكلام والموقع اللي يذكر به هذا الكلام ممكن راح بالعكس الأمور تزداد سوءا. وايضا يورد مثال اخر يقول رجعت حليمة لعادتها القديمة، والمبلل ما يخاف من المطر، وغيرها الكثير. نرجو من الله ان لا يحرمنا من هذه اللهجة وهذه الكلمات العربية ذات النكهة. طيب. الاصيلة. احمد ابو ياسر يقول ما حضت برجيلها ولا اخذت سيد علي. نعم. هذا مثل دائما نتداوره بيناتنا. وايضا من الامثال القوم قايمة أو القوم قايمة والعرب نايمة، وأمثال كثيرة أيضا. ما يعرف تدابي رح نطة تاكل شعيرة مرددي. هساني قبل ما نكمل التعليقات، هي تعليقات حقيقة كثيرة. عبد الزهرة يقول مو كل مدعب الجوز. صحيح. حلو هاي. نعم. شنو المثل اللي تدائما عندك يعني فدي تاخذين منه فد حكمة؟ نعم، مو دائما، حسب المواقف. مرات يصير موقف تذكرين به فد مثل. مثل ايش؟ لما شفت تقرير الرمان ذكرت العنب، فذكرت اكو مثل يقال اللي ما يلوح العنب يقول عنه حامل. أي. فهذا مثال الكثير من الامور اللي في بعض الاحيان مرات واحد ينتقدش على شيء. صح. هو ينتقدش لان هو اساسا ما محصل هذا الشيء، فانت لازم يصير عندك ثقه. هذا تعتبري نوع من انواع الغرور شويه؟ لا مو غرور، بالعكس هي به حكمه. يعني ومارين بهذه المواقف مرات واحد ينتقد لك شيء هو ما محصله، بس هو ليه ما محصل هذا الشيء؟ صح. يبدي بالانتقاد. صحيح. ايضا على عجاله خلينا نتعرف على التعليقات. ابو ياسر يقول اسال على الجار قبل الدار، ومحمد حامد الجبوري يقول ما اعرف هذا المثل، جداد النفس ومنان على جيرانه، ما اعرف شنو معناه. وايضا ما اعرف اني هذا المثل. نعم. مثل من محسن العراقي يقول لا تقول سمسم حتى تلهم. صح. نعم. حلوه هاي المثل، امثال. نعم. حلوه كثيره. اذا مشاهدينا راح اترك التعليقات يمك. نعم. لان انا عندي شغله راح اروح لها ان شاء الله ورا التعليقات، خلينا نشوف شنو احنا اللي يروح بشغله نقول ان شاء الله مقضيه بدون ما تسال انه انت عن شنو عندك من موضوع.
إذا إن شاء الله متواصلين وإياكم مشاهدين الأكارم بفقرات حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله لم تنتهي الفقرات، معنا فقرات مميزة، فقرة تتناول الفن. الكل يعرف بأنه الكلام الذي ذكرناه قبل قليل بهذه الأمثال ممكن هي جملة قصيرة عبرت ودلت على معاني كثيرة من المعاني اللي راد الشخص يوصلها، فوصلها عن طريق هذه الجمل القصيرة. عندنا وسيلة بالإيصال لا يعني تقل أهمية عن الكلام اللي هي مسألة الرسم. الرسم واحد من الفنون اللي ممكن يوصل رسائل، ممكن يبرز جمال، ممكن يوصل أو يحفظ حضارة بلدان. لهذا الاهتمام به جدا مهم. الفنانين والمبدعين مو مبدعين فقط بالرسم، بل بابتكار لوحات جديدة من مواد مختلفة ما معتادين أساسا عليها. كل الإبداع يرتكز اليوم بحلقتنا بالفقرة التالية إن شاء الله. معنا فنانة تشكيلية مع زميلتنا إسراء، خلينا نتعرف عليها. راح نلتقي الآن بالفنانة المبدعة الرسامة أيضا ما شاء الله اللي من خلال لوحاتها فاطمة حميد. السلام عليكم، صباح الخير والعافية. صباح الخير والعافية. أول خلنا نتعرف منو فاطمة، أي مرحلة أنت؟ فاطمة حميد، قسم تصميم ديكورات داخلية. ما شاء الله. من سكنة كربلاء. أهلا وسهلا بك. طالبة فنون. أهلا وسهلا. فاطمة دا أشوف لوحات جميلة، ودا أشوف أيضا مستعملة الصوف. نعم. هاي كنا احنا يعني بالمدارس نسوي هذا من القونية اعتقد. اي من الخيش، نستخدم. نعم. الخيش اكو بيها يستخدمون الخيش. اي بس احنا هذا هنا استخدمنا، لا هاي المشبك. ها. اي استخدمنا المشبك واستخدمنا الخيوط الصوف. طيب. اي وحكناها يعني على شكل سجادة. طيب خلينا نتعرف على اللوحات، شنو تستخدمين انت باللوحات اللي هنا؟ انا استخدم الالوان الاكريليك بلوحاتي. نعم. الوان اكريليك وفرش وبعدين من أكمل راح أضيف لهم مادة الوارنيش، هي اللمعة لللوحة. حلو. يعني هسه هاي ما أدري من الأخ المصور إذا يقربها، يعني هسه هاي مادة الأكريليك. هاي أكريليك استخدمنا هنا ورسمنا منظر طبيعي وبعدين لمعناها بمادة الوارنيش. أها. طيب أتحدديها أول شيء بقلم رصاص أو رأسم؟ أخطط الرسمة أول، أخطط الديزاين اللي أريده أنا، بعدين أبدي ألون طبقات من هنا. من تخلص قد الرسمه تكملي الرسم. زين شنو اللي ينطيك الهام لهاي الرسومات؟ يعني تشوفين منظر طبيعي مثلا يستهويك، او شنو الاشياء اللي تستهويك وحتى تطبقيها على اللوحه؟ هي كل من ابداع، يعني الفنان اذا هو مبدع بهذا الشيء راح يطلع نتيجه بهذا الابداع مالته. يعني اذا هو كان حاب الابداع مالته راح يطلع اشياء حلوه وجميله بالفن مالته. من يا عمر انت تحبين الرسم؟ انا من الطفوله احب الرسم. لهذا السبب دخلتي مجال التصميم؟ انا كنت والدي كان يدعموني بالفن، وكل ما اسوي يعني شغله تخص الفن او اي شغله يدعموني والدي، فراح من هاي صار عندي حافز، فقمت اتطور بنفسي شويه شويه. بعدين تركت دراستي وبعدين رجعت خارجي اني، فقدمت نوب على معهد الفنون. حلو. يعني ستي يعني نوهتي على فشي جدا ضروري هو دعم الاهل اليوم. ايه؟ واكتشاف واحتضان المواهب لدى ابنائهم. يعني كثير اليوم للأسف الشديد من الأبناء لهم فد مواهب معينة، لكن بسبب تجاهل الآباء لهذه الموهبة وعدم تنميتها هم ما راح يقدرون يطورون نفسهم بهاي الموهبة. لكن انت اليوم ذكرتي فاطمة، انت من خلال دعم أمك وأبوك الله يحفظهم إليك قدمتي المزيد، حتى وأن دخلتي قسم، يعني أعتقد قسم التصميم هو أيضا يعتمد على الرسم ويعتمد على الأشياء ودمج الألوان أعتقد. مو ايه شيء. صح. طيب خلي نحكي على هذه اللوحة مثل ما قلتي. نعم. أسراء ولو قبل أن تنتقلون، ظهرت قبل قليل بالشاشة لوحة بغدادية. هذه اللوحة البغدادية هي مرسومة، ممكن كانت صورة جدا قريبة لاحظها المشاهد، ما مرسومة بألوان فقط، مرسومة بقطع زجاجية صغيرة. خلي نشوف هذه الفكرة، ما أعتقد تقدرين نشوفينها أسراء، موجودة أمامنا. نعم. الف سيفساء اعتقد. نعم. هذه هي. نعم. عندها لوحات كثيره فاطمه، لكن. نعم. يعني اني اليوم هي اختارت فاطمه لوحات مميزه عندها مثل ما. نعم. قلتي الفلكلور البغدادي ايضا احنا. ايه. شفناه من خلال لوحاتها. نعم. وايضا هذه اللوحه اذا امكن فاطمه تناولين اياها. نعم. هذه اللوحه ايضا جميله جدا. هاي شنو فاطمه، احكي لنا عن هاي اللوحه. هاي اللوحه الامام سجاد للسجن. نعم. نعم. ايه. موسى الكاظم. موسى الكاظم. نعم.
فرسمت اللوحة وحبيت يعني أرسم شخصية. نعم، رمزية يعني. تم. رمزت إلى مظلومية وسجن الإمام موسى الكاظم عليه السلام. طيب هذه اللوحة ناوية. هاي صادف ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، فحبيت أرسم القبة مالته فرسمتها. حلو. يعني عجبني دمج الألوان. يعني شوفي هذه اللوحة أيضا سوزان. مو فقط دمج الألوان، اللي عجبني عندها طريقة المواد مختلفة. يعني هنا تستخدم الزجاج، هنا ما أعرف مادة لسه ما شفناها غريبة. يعني الألوان ما متقيدة بها، ممكن تستخدم ألوان حتى غريبة ما محتاجين عليها. الأكريليك ممكن أنت مدخلته الزجاج ومدخلته باللوحات، ألوان اللوحات الخلفيات. عندك أعتقد لوحة خلفكم أيضا غريبة، وهذا فن جديد أعتقد بدأ يظهر أيضا مستخدمته. فهذا التنوع يعني درست جميع الفنون، مو بس اختصاص. يعني درست النحت ودرست الديكور يعني التصميم، ودرست التخطيط. ففنون الجميل بالاختصاص يعني كل النواحي أنا درستها يعني بالمعهد. زين فاطمة، هم دخلتي معاهد أو مراكز نمت موهبتك أكثر وطورتها؟ لا، ظليت على يعني أنا تنميتي وأفكاري، وطلعت على الموبايل. يعني استعانيتي باليوتيوب؟ ما استعانيت، بأخذ يعني الصورة أو الديزاين. يعني ما بيجي واحد يطور موهبته من خلال يتعرف. صح. أو يطلع على العالم الخارجي. جائز اليوم فت فكرة أنت تشوفيها من خلال موقع معين، يجوز هاي الفكرة أنت ببالك بس ما مطبقتها على أرض الواقع. صح. من تطبقيها راح تشوفين هاي الفكرة حلوة وسويتيها. يعني هسه خاصة اليوم ربات البيوت على سبيل المثال، احنا قلنا الأمثال تضرب ولا تقصص. يعني إذا شافت في الطبخة معينة وهي ما مسويتها، سوتها وخلتها شافت طبها لذيذة واستمرت عليها. حالها حال الرسام وحالها حال المبدع. صح. حلو اليوم يعني الإنسان يطور موهبته من خلال الاطلاع على العالم الخارجي. نعم. طيب فاطمة، يعني أريد فت كلمة أخيرة منك توجهيها اليوم عبر شاشة مجموعة قنوات كربلاء الفضائية للبنات الموهوبات والشباب الموهوبين، شلون يطورون نفسهم وشلون ينمون الموهبة. تفضلي. احنا لازم ما نهمل هاي الموهبة، لان هاي الموهبة كلش حلوة وجميلة والواحد يستمتع بيها. يعني من راح يدمج الالوان واللي يشوف المنظر الحلو قدامه، راح هو كل ما جاله يطور من نفسه بالزايد. يعني فيعني انصحهم انه هاي الاشياء يعني جميلة وتمتع الواحد بالنظر وتمتع الواحد بالرسم. يعني والرسم ترى ابداع و ينمي من قدرات الشخص. كان عاجبني سوينا فد نموذج يعني امام المشاهدين، لكن الوقت شويه داركنا. ان شاء الله في حلقات مقبله فاطمه نعمل انك تسوينا فد نموذج معين، حتى اليوم المبتدئه اللي تشاهد هاي الفقره تاخذ منك فد معلومات معينه، وان شاء الله تطبقها على لوحاتها وتستفاد منك. نعم. إذن سوزان شنو رأيك بهاي الموهبة؟ ممكن كان كلامها قليل، عبرت تعبيرات بسيطة عن اللوحات، لكن العمل واللوحات وصلت رسائل أكبر عن إمكانية الفتاة إذا كانت عندها هذه الإمكانية، اللي ذكرت قبل قليل بأنه هي مدارسة أو مداخلة يعني دورات بهذا الموضوع. إذن الموهبة والإصرار والعزيمة لما تكون في قلب الإنسان قادر على أنه يتنوع ويوصل رسائل. اللوحات اليوم وصلت وعبرت عن هذه الشخصية المتميزة الفريدة اللي تخلق كل شيء من لا شيء. إذن دائما إن شاء الله هذا النجاح وهذا الثبات موجود في كل النفوس. انتقال إلى ألمانيا وبعض المشاهد من ثم لا العودة. يلا عشتك حشيت حبيبي. Thank you.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، من كربلاء المقدسة ننتقل إلى بغداد الحبيبة بالتحديد في منطقة الكاظمين عليهما السلام في حرم الإمامين الجوادين عليهما أفضل الصلاة والسلام، حيث يقام معرض الكتاب الدولي التاسع اللي هو حقيقة بمشاركة 38 دار نشر من داخل وخارج العراق. إن شاء الله راح نستوفي هذا الموضوع إن شاء الله بمعية زميلنا المراسل علاء الجليزي اللي متواجد هناك في أرض بغداد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخونا علاء، يا ريت إن شاء الله تتحدث لنا عن معرض الكتاب الدولي التاسع في حرم الإمامين الجوادين عليهما أفضل الصلاة والسلام، فراح نترك الحديث والجو لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية والإيمان. نحن نلتقيكم من أرض الإمامين الكاظمين الإمامين الجوادين من هذه الأرض المقدسة، حيث يتواجد معرض الكتاب الدولي التاسع الذي شاركت فيه العتبات المقدسة كالعتبة الحسينية والعتبة العلوية والعتبة العسكرية والعتبة العباسية، وأيضا أمانة مسجد السهلة وأمانة مسجد الكوفة، وأيضا هنالك وأيضا هنالك مشاركة من قبل ديوان الوقف الشيعي، وكذلك مشاركة دولية كالدول العربية والدول الجارة كإيران وكذلك كلبنان وكسوريا، وأيضا هنالك مشاركة من قبل المؤسسات الثقافية المؤسسات المهتمة بالكتاب والقراءة، وكذلك أيضا هنالك دور نشر محلية وعالمية وأجنبية شاركت في هذا المعرض. وللحديث أكثر وأوسع حول هذا المعرض، معرض الكتاب المهم في مدينة الكاظمية المقدسة والذي فتح أبوابه منذ 4 أيام، ينضم معي عضو اللجنة الفنية الأستاذ الحاج ياسر عبد الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موفقين على هذا الإنجاز، على هذا الاهتمام بالكتاب بالقراءة، بتوفير كل هذه العناوين للباحثين للقراء للمتعلمين للباحثين عن هذه العناوين التي ربما في باقي الأيام لم يجدوها في الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا حرصت الأمانة العامة بعتبة الكاظمية المقدسة واللجنة المنظمة على إحياء هذا المحفل الثقافي في كل سنة، يعني منها من نفس التاريخ، يعني مع المؤتمر العلمي اللي يقام على أن يكون لمدة 10 أيام وفي باب المراد حصرا، لأن هذا ملتقى العوائل قبل الدخول إلى الحرم المطهر للإمامين صلوات الله عليه. المعرض تقريبا 40 دار تقريبا من 4 دول مع العتب مع أقسام العتبة الكاظمية، صار 43 دار بها شتى العلوم المختلفة، بها للطفولة، بها تنمية بشرية، بها علوم دينية، بها عقائد، بها فقه، فكل تناسب كل الشرائح المجتمع خاصة الشباب والأطفال. طبعا العتبة كانت حريصة أنه تجذب جميع فئات المجتمع وخصوصا الشباب والأطفال. خلينا طبعا خلينا 3 لاينات في المعرض، في كل تقريبا كل لاين خلينا جناح خاص للطفولة، لأن العوائل دائما تنجذب للطفولة، الشباب مهتمين إن شاء الله بهذا المحفل الثقافي كل سنة إن شاء الله يزيد أكثر. العتبة الكاظمية المقدسة من خلالكم من خلال اللجنة المنظمة وضعت شروط للأجنحة المشاركة كالعتبات كالدول كدور النشر بصورة عامة يعني المساهمة بالكتب أو عناوين كتب محددة أم عناوين مفتوحة؟ لا طبعا أكو لجنة خاصة بمتابعة العناوين. طبعا من نقدم على أنه افتتاح المعرض تتقدم لنا دور عدة، اللجنة حرصت على النوع لا الكم، يعني كان من بالإمكان أنه مثلا 100 دار، لكن اللجنة المشرفة على العناوين كانت تولي اهتمام بالتنوع أولا، بالسلامة الفكرية ثانيا، حريصة على أنه القارئ إذا دخل، طبعا هو هذا يصير توجه العتبة دائما، توجه العتبة أنه تجذب شرائح المجتمع، تعرف صار أكو عزوف عن القراءة نوعا ما بهذه
الثورة مال السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا، فصار قليل القراءة خصوصا للشباب. الشباب فأكو صراع بين المعرفة وبين الجهل دائما. كم عنوان وفرته من خلال هذا المعرض؟ يعني حسب القوائم اللي استلمناها للدور، حسب قوائم الدور، يعني أكثر من 10,000 عنوان، أكثر من 10,000 عنوان. طبعا مو الكل إجني، لكن ممكن تروح للدار اللي تريد منها العناوين، إذا ما موجودة يقدرون يجيبوها طبعا بعد موافقة اللجنة، يعني لأنه اللجنة أخذت كل القوائم الكتب ووافقت على بعضها وعلى بعضها انشطب. أستاذنا بالنسبة للكاظمية المقدسة، مدينة الإمام الكاظمين عليهم أفضل الصلاة والسلام، مرقدهم الشريف مبارك، هناك مداخل عدة. سبب اختيار يعني معرض الكتاب في هذا الموقع، مدخل باب المراد. عفوا، دوب الباب الرئيسية كان أكو عدة مقترحات على مثلا عدة أماكن، لكن الزخم الكبير يصير في باب المراد تحت المسقف. اجتماع العوائل كلها يصير في باب المراد، يعني إذا غير بوب ممكن فقط النساء يدخلن أو فقط الرجال. فاجتماع الدخول الرئيسي يصير للدور تحت المسقف في باب المراد، كان إلى هذا وقع. طبعا هذا إلى وقع على جذب الزوار، بالإضافة إلى أنه الإقبال بين الإقبال بين أنه باب المراد أكثر. نعم سمعنا، على أحسنتم. نعم. بالنسبة لأسعار الكتب، عفوا فقط هذا السؤال. نعم تفضل. أكون معكم. بالنسبة لأسعار الكتب، هل تكون مدعومة؟ هنالك مثلا هدايا، هنالك مسابقات، يعني عروض مميزة للكتب؟ يعني أعتقد العتبات هي المشاركة دائما، من تشارك تسوي عروض، تسوي مسابقات، تسوي بعض الهدايا، بعض الهدايا بالإضافة إلى دور النشر المعروفة. الأسعار دائما أسعار السوق أو أقل، إن شاء أقل. إحنا وصينا أنه دور النشر شوية تتسامح في بيع الكتب وغير بيع الكتب. إن شاء الله توفر الكتب بأسعار مناسبة إن شاء الله. نعم زميلتي، كان لديك سؤال؟ لا بالعكس، وفيت وكفيت زميلنا علاء حول هذا الموضوع، وأشارت إشارة أيضا لطيفة في الختام إلى أنه الأسعار تكون مخفضة في هذه المعارض، بالإضافة إلى التنوع الكبير للمشاركات اللي موجودة. إن شاء الله كل من محبين القراءة ويعني اقتناء مثل هكذا كتب مختلفة الثقافات يذهب إلى هذا المعرض، وإن شاء الله يجد كل ما يبتغيه. شكرا جزيلا لك زميلنا علاء الجليسي، وإن شاء الله يكون هناك تواصل لتغطية هذا المعرض. شكرا جزيلا لكم، موفقين إن شاء الله. إذن كان معرض لطيف، فيه الكثير من الكتب والمشاركات، ونلاحظ أنه بيها أفكار أشخاص مختلفين. يعني كأنه أنت لما راح تقرين هذا الكتاب كأنه تعرفتي على شخص، أين ذهب هذا الشخص وأفكاره وآراءه والمكانات اللي حال بيها، فكأنه أنت دا تسافرين وياه. الله يبارك بهم وكل القائمين والعاملين على هذا المعرض. إن شاء الله. أحسنتم. إذن مشاهدين الكرام، بعد هذه الجولة الممتعة بين فقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. قبل الختام نقول: دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تنم إلا خالي البال، من بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. إن شاء الله دائما حالنا نحو الأفضل ما دام ثقتنا ويقيننا بالله عز وجل. إذن في الختام تقبلوا تحياتنا وتحيات كادر برنامج صباح كربلاء، إلى ملتقى آخر نقول في أمان الله يحفظكم.